مرحبا بكم رجعنا لكم وصفة جديدة أتمنى الاشتراك بالقناة شكرا كثير لكم يلا على الوصفة دقيق 2 كوب 300 جرام سكر 2 معلقة طعام 30 جرام ملح معلقة صغيرة 5 جرام خميرة معلقة صغيرة خمسة جرام خميرة جاف نخلط المكونات مع بعض نوضع حليب دافئ مية وخمسين جرام كوب إلا ربع يعني ثلاثة أرباع الكوب بيضة بحرارة الغرفة نعجن المكونات جيد لمدة عشر دقائق هيك لازم تكون مرنة نوضع الزبدة ربع كوب خمسين جرام نعجن جيد لمدة خمس دقائق نتركها تتضاعف الحجم حسب حرارة المنزل أو حسب الصيف أو الشتاء المهم الحجم يتضاعف دايما نعملها ست أجزاء الحجم هو اختياري طبعا ولكن هي هو ست اجزاء مناسب طبعا نجعل العجينة ترتاح دائما العجينة لازم تتضاعف حجمها لازم ترتاح وتضعف حجمها ممكن تأخذ ربع ساعة ممكن تأخذ ساعة حسب صيف او شتاء حسب حرارة المنزل مثل بعد ما ارتاحت بنكورهم ندخل الهواء فيهم ونكورهم مثل ما انتم شايفين نفردها وبنكورها مشان يدخل الهواء فيها هيك بنخليها تضاعف الحجم هلقيت اللي بعديها نفس الشيء برضو دايما العجينه ترتاح وتضعف الحجم وبنكورهم بعد ما نكورهم نفس الشيء بنوضع حب البركه عليهم نضع الحليب حب البركه والحليب والسمسم او فقط حليب الحليب يخلي لونها حلو نضع بعد الحليب السمسم الحليب يخلي لونها حلو اللي بعديها كعكة السمسم نفس الشيء بعد ما ارتاحت العجنة بعد ما نضعف حجمها نضعها في الماء السمسم نعمل سكوب من النص ونلفها نفتح نف... من... نمغطها بهدوء في الماء وفي السمسم هذا كل شيء اللي بعديها بنفرد بعد ما ارتاحت العجنة بنفرد نفردها ونلفها نسكرها هذا كل شيء نفس الشيء نفردها بنلفها ونسكّرها هذا خبز الفينو للنقانق ولل كثير روعة هو هيك أصبح جاهزة نتركها الترك... تضاعف الحجم بعد ما تضاعف الحجم ندهنها بالحليب وعلى الفرن لبعديها بهالجيت بنقطع على تسع قطع قطع اصغر بنقطعها على قطع يعني القطع بتكون اصغر نفس العجنه ونفس المقادير نفس الشيء بس بدل ست قطع تسع قطع مثل ما انتم شايفين ممكن نوضع كيكه اي كيكه متوفره عندكم نطحنها المكينة طبعا هذه افكار مجرد افكار 300 جرام كيكه مثلا وكوب من المربى اي نوع مربى انتم بتحبوه كوب نص كوب حسب ذوقكم يعني ما في عيار بالضبط نضع فواكه مجففه نضعها بماء ساخن مشان تكون رطبه بنصفي الماء بعد عشر دقائق مثل ما انتم شايفين نوضع الفواكه المجففه بنوضع الكيك مع المربى وباللفة هذا كل شيء موضوع كتير سهل لكن انا مجرد اديكم افكار هيك بعد ما ارتاحت حاجة ما نفتحها في المقاس نوضع فواكه مجففة من اللي زادت على الفرن هيك ممكن احنا نعمل خلية النحل نعمل ورق ألومنيوم وكرتون نعمل وعاء إذا غير متوفر عنا وعاء مربع نعمل وعاء مناسب لإلنا سهل كرتون ورق ألومنيوم هذا كل شيء إذا غير متوفر عنا وعاء نوضع ورق الزبدة عليها بنكور ونوضع بالصينية بعد ما ارتاحت العجلة بنكورها كتانة وبنوضعها بالوعاء مثل ما انتم شايفين تركها تضعف مثل ما انتم شايفين ممكن تاخد ساعة ممكن نص ساعة ممكن أكثر مهم حجمها يتضاعف على الفرن نفس الشيء ولكن هذه بالجبنة والصلصة والاوريجانو او الزعتر حشوة نفس الطريقة نفس الشيء نفس العجنة طبعا من تسع تسع قطع نفس الشيء طلعت عملتهم ست قطع ثلاث عجنات ست قطع وثلاث عجنات تسع قطع وضع خلطة الجبنة ممكن تتغير في الحشوة اي يعني انت حسب زوكو جبنة بيضة جبنة صفرة حسب زوكو نفس الشيء نوضع الحشوة ونتركها ترتاح لما يتضاعف الحجم دائما لازم العجينة من مرحلة لمرحلة تضاعف حجمها ترتاح هيك يعني نتركها ترتاح, ترتاح حتى يضاعف حجمها ندهنها بالزبدة نفتحها نوضع الزيتون على الزتون وعلى الفرن حرارة الفرن 200 درجة مئوية تقريبا تأخذ من 8 إلى 10 دقائق دائما تأخذ مثل ما انتم شايفين هي كتير روعة وانتم ممكن بدله وتغيروا وتعملو حسب ذوقكم طبعا انا رشيت عليها اوريجانو من فوق او اذا غير متوفر الاوريجانو زعتر مثل ما انتم شايفين هي قمة الروعة كتير كتير يا روعة وهذه خلية النحل وأنا خلية النحل ندهنها زبدة ونرفعها من الكرتونة هو روعة هي كتير مثل السفنج سفنجية يعني جربوها مش حتندم ونفس العجنة بتعملوا شو ما بتكوب نفس العجنة وهي تبعت الفواكه ندهنها حليب على الفرن مثل ما شايفين نوضع فواكه حسب زوجنا نوضع سكر ناعم سكر بودرة نوضع الزبدة والسكر الناعم كتير روعة كتير كتير يعني اشي مرتب مثل ما انتو شايفين طعمها كتير روعة وهذا الفينو ندهن زبدة بعد ما طلعت من الفرن ندهنها زبدة ممكن احنا نغطيها منشان ما يطلع البخار برا مثل ما انتم شايفين مثل الاسفنج تضغطها ترجع تاني مثل الاسفنج اشي روعة وعجنة كتير روعة طبقوها انتو وحتى عليها وهذا اللي بسمسم كعك بسمسم ممكن ناكله مع الزيت زيت الزيتون والزعتر نفس العجنة بتعملوا منها كل شيء هي عجنة كتير كتير روعة صحة ألف عافية وهذا الخبز ممكن للهمبرجر للبرجر ممكن لأي للسندويشات لأي شيء تستخدموه في أمان الله تزورونا بوصة جديده اتمنى الاشتراك بالقناه شكرا كثير لكم اذا عجبكم الفيديو تعملوا لايك مع السلامه